اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. نروح للسوشيال ميديا ونشوف الصفحات اتكلمت عليه بخصوص الاهلي. والنهارده معظم الاخبار معانا من تويتر. الوطن سبورت بيقولوا مصدر الاهلي يواصل اجتماعاته لحسم الصفقات الجديده والراحلين. زي ما قلت لحضراتكم يمكن في اجتماعات مستمره منذ حوالي 3 4 ايام، والنهارده حتى في اجتماع بخصوص المرحله اللي جايه. هتبقى الاجتماعات مستمره لحين الاعلان عن المدير الفني الجديد والجهاز المعاون اداريا طبيا كل الامور ديت. كمان هيتم الحسم ملف الصفقات بالنسبه لتدعيمات الفتره اللي جايه والتحضير للموسم المحلي. القيد الافريقي اخره 15/9، القيد المحلي اخره 10 اكتوبر. طب نروح كمان لكورة 11. فرمان الخطيب يتيح بالمدرب وعدد من نجوم الاهلي ابرزهم سواريش وميكيسوني. مباراه سيراميكا كانت المحطه الاخيره ل 10 مغادرين خارج اسوار القلعه الحمراء من اجل غربله الفريق. كورة 11 بتلقي الضوء على القرارات اللي تم اتخاذها بخصوص المرحله اللي جايه. يمكن سواريش بالفعل تم الاعلان عن رحيله، لكن تعالوا نبص كده ونعمل اطلاله على مين هم العشرة المغادرين لخارج اسوار القلعه الحمراء. اول حاجه كورة 11 بتقول لويس ميكيسوني تقرر رحيله بنهايه الموسم الجاري في ظل تواضع مستواه وعدم اقناع مسؤولي الاحمر. حتى هذه اللحظه النادي الاهلي لم يحسم ملف الراحلين خاصه في الاجانب. وليد سليمان ده مظبوط لانه اعلن اعتزاله بنهايه الموسم الجاري بعد مسيره حافله بالإنجازات. كمان اسم جديد أحمد سيد غريب، بيقولوا لجنة التخطيط استقرت على إعارة اللاعب لاكتساب خبرات والحصول على دقائق مشاركة أكتر. ده هيتحدد الفترة الجاية بخصوص اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين، مين ممكن يستمر في فريق أول ومين ممكن يطلع إعارة لكسب المزيد من الخبرات. محمد فخري نفس الأمر زي أحمد سيد غريب، برضو الأهلي لسه ما أعلنش. رقم 5 ريكاردو سواريش، والأهلي فعلا أعلن رحيله النهاردة. بنتكلم بقى على الجهاز المعاون. ماريسيو فاشي المدرب العام وده مساعد سواريش، راؤول فاريا مطور الاداء، بيدرو جيماريتش مخطط الاحمال واخصائي الفسيولوجي، ادواردو لوبو مدرب حراس المرمى، ولويس بيريرا محلل اداء الفرق المنافسه. يعني بنتكلم من ضمن الاسماء دي كلها في 4 لسه ما تمش اعلانهم رسمي: محمد فخري، احمد سيد غريب، لويس ميكيسوني. وبنتكلم كمان على باقي الصفقات او باقي اللاعبين الاجانب الموجودين في الفريق، حتى كمان بيرسيتاو. كل الامور دي هيتم تحديدها خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح كمان ليلا كوره. بعد اعلاننا رحيله رسميا، ماذا قدم ريكاردو سواريش مع الاهلي؟ لعب 17 مباراه، استقبل 5 اهداف في 14 مباراه، خرج شباك نظيفه كلين شيت، لم يدخل مرمى الاهلي اي هدف، وسجل مع الاهلي في 17 مباراه 22 هدف. الاهلي فاز من 17 مباراه 9 لقاءات، وتعادل 5 مباريات وخسر 3 لقاءات. دي ارقام سواريش مع الاهلي في الدوري العام، خاصه انه استكمل الموسم او استكمل او لعب المباريات دي بالعادي من الاصابه وعدد كبير من قطاع الناشئين. اليوم السابع بيتكلموا على ان الاهلي يطمئن على جاهزيه المصابين ويبحث موقف الشحات وقفشه. طبعا كلنا عارفين ان كانت في اصابات لعدد من اللعيبه: طاهر، شريف، السوليه، كوكا، وكمان حسين الشحات. فيعني موقف حسين ومحمد مجدي قفشه هيتحدد في وقت لاحق من الانتظام في التدريبات، لان الاثنين عارفين ان هم عملوا عمليات جراحيه. قفشه كان عمل جراحه الفتاء، وحسين الشحات كان اجرى جراحه الغضروف. فيعني قدامهم لسه وقت على ما يتحدد نزولهم للتدريبات. طاهر، شريف، عمرو، كوكا، يمكن مسؤول الاهلي اطمئنوا على جاهزيه هؤلاء اللعيبه، واعتقد يعني الراحه لغايه 10/9. من يوم 10/9 نبدا نشوف بقى مين اللي هيكون جاهز للنزول في التدريبات الجماعيه خلال الفتره اللي جايه. اليوم السابع ابتدوا يتكلموا على موقف وليد سليمان الفتره الجايه بعد اعلان اعتزاله. الاهلي يبحث تعيين وليد سليمان في منصب اداري بعد الاعتزال. الكلام ما رايح هنا في سكه ان هيكون في يعني تفكير في كادر اداري لاحد نجوم النادي الاهلي وليد سليمان، واعتقد الامر هيتم تحديده خلال الفتره اللي جايه، لان الاهلي دايما معودنا لما بيكون في مسيره لاحد ابرز اللاعبين والنجوم بيكون في استفاده من هؤلاء اللاعبين سواء في الامور الاداريه او الامور الفنيه. لكن طبعا الكلام ده يعني ممكن بعد فتره قصيره بعد ما تنتهي اجتماعات الفتره الحاليه. وكمان مهم جدا وليد كمان يكون محدد خطواته بالنسبه للمرحله اللي جايه، ولكن كل التفاصيل دي اكيد هيتم اعلانها مستقبلا. طيب حساب في الجول بيتكلموا على وليد سليمان. الحاوي يعلق حذائه بعد مرور 10 سنوات داخل النادي الاهلي. 10 سنوات مليئه بالذكريات والبطولات. استطاع ان يكتب اسمه بحروف من ذهب داخل القلعه الحمراء.
وليد سليمان احنا بنتكلم على انه خد الدوري المصري 6 مرات مع الاهلي، دوري ابطال افريقيا 4 مرات، كاس مصر مرتين، سوبر المصري 5 مرات او 5 بطولات سوبر مصري، كاس كونفدراليه وسوبر افريقي، وكمان كان في برونزيه كاس عالم. وليد سليمان مشوار طويل جدا من الانتصارات والبطولات مع الاهلي، والاهم من البطولات والارقام ان وليد طول فتره وجوده في النادي الاهلي كان حريص على انه يستمر حتى اعتزاله. حتى قصه انضمام وليد سليمان تتعمل فيلم سينمائي، لان كانت مرحله صعبه جدا، ويمكن وليد خاض فيها اتصالات عديده عشان مسؤولي نادي انبي يوافقوا على انه ينتقل للنادي الاهلي. لعب في انبي ولعب في بتروجيت ولعب في العديد من الانديه، لكن الحمد لله انتقل وليد للاهلي ولعب في الاهلي 10 سنين. ونقدر نقول وليد يمكن اخر عنقود جيل الموهوبين اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي في السنوات السابقه. كل التوفيق لوليد سليمان ان شاء الله في خطواته المستقبليه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف الترند المحلي، وكمان نشوف منتخبنا واخباره، خاصه بعد اعلان قائمه المنتخب من قبل البرتغالي روي فيتوريا.